اهلا بكم سنه ثالثه اعدادي في فيديو جديد ان شاء الله. النهارده هنحل تدريبات المعاصر من يونت 4 ليسنز 1 اند 2. هتلاقي في الاول بس قبل ما نحل هتلاقي اللينك بتاع الشرح نفسه للكلمات في الديسكريبشن تحت، تمام؟ ننتقل بعد كده للشرح بتاعنا، بس قبل ما نبدا الشرح بتاعنا ممكن تعمل لايك سبسكرايب، لو في اي كومنت تحت في الدرس ممكن تسيبه لي وانا هرد عليكم مباشره. متنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اول صفحه عندنا بيج 202، صفحه 202. In summer, I really enjoy في الصيف ده بفعل أنا بالحق أو بالفعل أنا بستمتع in the sea بالإيه في البحر. طبعا إيه الأكتيفيتي اللي في البحر اللي هو snorkeling، اللي هو الغوص كده باستخدام أدوات الغطس، ما تغوصش جامد يعني، وشك كده على المية وحاطط السماعة بتاعة التنفس دي، أنبوب التنفس ده. Number two, my wife and I and our mother have lived in that flat since early. من زوجة since her marriage اللي هو الزواج نفسه. And is a home for children whose parents are dead. هو مكان للأطفال اللي أولادهم والديهم متوفين، اللي هو الأورفنج، دار الأيتام. Number four, my daughter is good at painting. بنتي مميزة جدا أو كويسة جدا في البينتينج، في التلوين. She always brings art competitions اللي هي المسابقات الفنية، هي كويسة في الرسم والتلوين، فهي بتفوز بالإيه art competition، منافسات الفنون الفنية. Number five, today all students in my class are talking about their A. كل أصحاب في الفصل بيتكلموا عن experiences. طبعا respect احترام، experts للتوقعات، experts خبراء، طبعا بيتكلموا عن experiences. Number six, Fadi has had اللي هي has والتصريف التالت بتاع have had. يبقى هنا بعد have و has بستخدم التصريف التالت. Fadi has had an for about an hour. His head still hurts. عينه لسه دماغه وجعاه لحد دلوقتي. يبقى عنده ايه؟ طبعا بيبقى عنده الهيدك، عنده هيدك اللي هو ايه، ألم الرأس أو الصداع. Number seven, most people أغلب الناس in the class have never traveled by plane عمرهم ما سافروا بالطيارة. Number eight, have they the food for the wedding party? Have they won؟ هل فازوا ولا كتبوا ولا made الأكل لحفلة الطعام؟ يبقى have they made the food، هل هم أعدوا الطعام لحفلة الزفاف. Page 203، صفحة 203. عادل was excited. عادل كان متحمس جدا. He had a lot of A in the red sea cost. حصل له أو قضى إيه، عمل حاجات حلوة جدا في البحر، على ساحل البحر الأحمر. يبقى he had a lot of adventures. حصلت له مغامرات كثيرة أو عمل مغامرات كثيرة في ساحل البحر الأحمر. Number 10, when I was at the pyramids, لما كنت في الأهرامات, I saw many tourists riding. لقيت الكثير من السياحين بيركبوا إيه، كامل. طبعا كامل اللي هي الإيه، الجمال، لأن هنا في الأهرامات طبعا بيبقى رايدة كامل، طبعا دي اللي بتركب في الأهرامات. أيس، محدش يروح يركب جمل في الأهرامات عشان الناس اللي هنا دي صعبة بصراحة. I slept in a when I was in Siwa Oasis. لما كنت في واحد سيوة نمت في الايه، in a tent، طبعا في التانك الخزان ولا في الكابينة ولا في البوكس. طبعا في سيوة Oasis وكده واحد يستنى في الايه، في الخيمة. Number 12, Hiba was absent. Hiba كانت غايبة from school for of time. ليه؟ for a period of time، for a period of time ولا for a point. طبعا هنا for a period of time معناها لمدة زمنية، for a point of time يعني لنقطة زمنية، يعني لنقطة معينة، ما لهاش علاقة بالموضوع ده. She is going to marry in spring. She is going to get married. هي سوف تتزوج. عندها كلمة get married يعني يتزوج. Number 14. I'm waiting for the train for half an hour. For about. لما يقرب. الإجابة هنا about. It's important healthy. stay يبقى ولا to stay and تبقى. يبقى it's important to stay. important to الفعل في الماضي. Who are you waiting for؟ شخص يبقى for. Who are you waiting for؟ من ستنتظر. Number page 204، صفحة 204. The antonym اللي هي المضاد. The antonym of the word different is a عكس different، طبعا similar اللي هي تشابه. Hania is the shortest girl. هي أقصر بنت. But my is، my is a، هنا but في تعبى عن التناقض، يبقى my is the tallest. هنا دي الأقصر ودي الأطول. The suffix a، suffix ده بيجي في آخر الكلمة، means pain in your body، ألم في جسمك. طبعا كلمة ache زي headache و heartache و toothache خدناها في الكلمات وخدناها في الشرح.
we add is ESE to China to make it a. هي كلمة China دي noun احولها ل adjective اللي هي صفة Chinese صيني. طبعا 208 صفحة 208. Has she ridden a horse? Yes she has. طبعا احنا خدناها ان في السؤال بستخدم ever. Has she ever. تمام. Number 2. My sister has been good at tennis. اختي كانت كويسة جدا في التنس. She was 10. يبقى 4 ولا since ولا when ولا just. عندما كان سن 10 ولا منذ سن 10. هنا انت بستخدم ال present perfect يبقى استخدم هنا since. Since she was 10 لان since الوحيدة اللي بيجي بعدها جملة في الماضي البسيط. طب ليه انا قلت when؟ ينفع اقول عندما كانت 10 ولا since منذ العشرة؟ هنا معناها منذ سن العشرة. استخدمنا since عشان الجملة الأولانية في present perfect. Adam has eaten Chinese food. Has lately, yet, ever, never. الوحيد اللي بتيجي بعد has هنا has never. بتيجي قبل الفعل. طبعا ever بتيجي في السؤال yet في آخر الجملة. Lately دي ليها استخدام تاني. I love chess. بحب الشطرنج. So I at chess club in my village. أنا بحب الشطرنج. لذلك أنا عملت إيه؟ I joined ولا have joined ولا have joined ولا joining. طبعا هنا ما حددليش المدة في الماضي يبقى هستبعد joined. طب ليه has ولا have joined؟ طبعا I بتاخد have يبقى I have joined. I have joined a chess club in my village. We've lived here 10 years. تمام؟ 10 سنوات. المدة اللي استغرقناها هنا هستخدم for لمدة. دي المدة مش بداية حدوث الحدث. طب لو قال لي مثلا 2011 يبقى since 2011. I haven't Chinese food. Eat, ate, eaten, eats. طبعا have و has يبقى eaten. I haven't eaten. Have you ever to a football match? هنا have you ever. Have و has بيجوا عليهم متصفتات يبقى have you ever been to a football match. Hania played tennis many times. Hania لعبت تنس عدة مرات. ما حددتليش امتى في الماضي هي لعبت قبل كده وخلاص. يبقى هنا played عندي التصفتات يبقى عايز هنا have او has. طبعا هانيا دي او هانيا دي she. يبقى she has played many times. 209. How long have you in this house? طبعا بعد have و has بستخدم التصفتات يبقى how long have you lived in this house. We've been married. احنا بقالنا متزوجين more than 50 years. For more than لمدة تتجاوز يبقى for more than دي المدة اللي استغرق الحدث اللي هو الزواج. يبقى استخدم for لان for بيجي بعدها المدة اللي استغرق الحدث. الحدث ده استمر 50 سنة. She hasn't seen her father. She was a child. هنا hasn't seen يبقى she hasn't seen her father since she was a child. Since بيجي بعدها جملة ماضي بسيطة عادي. خالد has his friend Tamer for a long time. Known, knowing, knows, know. طبعا هنا بعد have و has بيجي تصفتات اللي هي known. محمد and Sarah. محمد و Sarah been married since last year. هنا since يبقى ماضي اللي هو الماضي التام present perfect. طب محمد و Sarah دول جمع يبقى have been married since last year. Has Salma ridden a horse? Yes she has. ده سؤالي يبقى has Salma ever لان ده سؤال. They have visited the Egyptian museum before, but they have never. Then ever بتيجي في السؤال since وفو بيجي بعديهم مدة. طبعا ما جابليش مدة يبقى they have never عمرهم ما زاروا المتحف. أو ممكن أقول they haven't visited the Egyptian museum before. Number 11. They haven't any money. Get, gets, getting, got. بعد have و has بيجي تصريف التالت يبقى they haven't got. They haven't got any money لما حصل على أي نقود. Number 12. Has Ali found his lost bag? هل علي لقى الشنطة بتاعته؟ No, he. بعد يصير نو نو طبعا بنعمل مقص هنا ده علي عملنا هنعمل كروس تمام يبقى هاز ولا هازنت طبعا تبقى هازنت عشان علي عشان هنا قلت نو no. طب ليه قلت هازنت عشان سألني هنا بهاز page 209 صفحة 209 برضو has he ever see that film طبعا بعد هاز وهاز بيجي التصريف التالت يبقى seen التصريف التالت بتاع الفعل 12 people has ridden a camel هنا 12 people has ridden a camel. دي هنا قلت has فيها مشكلة ليه؟ لأن 12 people جمع يبقى have ridden a camel. Number 3. I have lived in the same house before I was born. لا since I was born لأن هنا جملة في الماضي يبقى منذ ولدت. He hasn't read in that before the book before يبقى بعد have و has بستخدم التصريف التالت يبقى he hasn't ridden. لا آسف I'm sorry if I got her right. هتبقى read. He hasn't read. He hasn't read that book before. May have watched TV since two hours. منذ ساعتين. لا هو ده الحدث استغرق ايه ساعتين يبقى four for two hours.
Mr. Tamer has been at his school for 2001 لمدة 2001 ولا since 2001 since 2001 منذ العام 2001 ده بداية حدوث الحدث يعني هو لسه لحد دلوقتي هناك. حسن has have a headache for 3 hours بعد have وهذا بحط التصريف التالت have مضيها had التصريف التالت had يبقى حسن has had a headache for 3 hours دي المدة اللي استغرق الحدث. Have you never visited the zoo طبعا بستخدم في السؤال ever. Have you ever visited the zoo هل عمرك او هل زرت الحديقة من قبل. No سلوى has هنا دي no تمام. Ever traveled by plane طبعا الإجابة تبقى never لأن هي جملة بنو جملة يعني منفية يعني. They have buying a new house طبعا بعد have وهذا التوصيف تاني يبقى they have bought a new house. ننتقل بعد كده للإكسرسايز الدايلوج اللي هو الامتحان الموجود في lesson 1 and 2 page 212 هتلاقي في الديسكريبشن برضو تحت الجزء الخاص او اللينك الخاص بالفيديو بتاع تكوين السؤال ازاي تكون السؤال عشان الموضوع يبقى سهل معاك. Marwan is phoning his friend Marwan بيحدث صاحبه هاتفيا Tamer who's getting ready to travel to London اللي بيستعد للسفر للندن. Marwan قال ايه Hi Tamer, how are you? ازيك يا تامر عامل ايه؟ طبعا هرد عليه Great, عظيم And you, winter? طبعا I'm fine, oh thanks, I'm good, okay, I'm doing well أي إجابة من دول. فهنا تامر سأل سؤال مروان قال له إيه I am getting ready for to fly to London يبقى أنت بتعمل إيه؟ يبقى what are you doing؟ What are you doing؟ أنت بتعمل إيه؟ What are you doing؟ هنا قلت are you لأن هو جاب لي هنا I am بطلعها are you يبقى what are you doing ماذا تفعل تمام؟ حط الفعل ING بعد أم وإذا حط الفعل ING لما ألاقي ING في الإجابة بحطها في الفعل فوق تمام لو لقيت ING في السؤال بحطها في الفعل تحت برضه تمام. تامر قال له ده لندن why will you travel there ليه هتسافر هناك فقال له حاجة طب ايه الحاجة دي هعرف بعد كده your cousins ولاد عمك فالإجابة ايه مثلا I'll visit my cousins هزور ولاد عمي I'll see my cousins تمام فقال له ايه your cousins سأل سؤال I'll stay there for a week هقعد هناك لمدة أسبوع بس المدة بهاو لونج هنا I will يبقى will you يبقى how long will you stay there how long will you stay there طبعا الإجابة for a week wait a week is enough to see London too طبعا الرائع أسبوع كويس لرؤية لندن نفس الصفحة choose I haven't horse before I haven't ridden الحصان بيت ايه بيتركب I haven't ridden a horse Have you ever in the sea? Have you ever snorkeled? ده الحاجة الوحيدة تعمل في البحر. يبقى هنا ridden هنا snorkeled. Number three. Has anyone in your family a mountain? الجبل بنعمل فيه ايه? Climb a mountain. نتسلق الجبل. My friends asked me if I have in a tent before. طبعا الخيمة دي بنعمل فيها ايه? بننام if I have slept. Number five. Okay. I a terrible headache. I have a terrible headache. أشعر أو عندي صداع بشع. Number six, I have never Chinese food. I might try it next week. يبقى I have never tried. نقول له أنا ممكن أجرب الأسبوع اللي جاي. يبقى I have never tried. عمري ما جربت. My parents married in 2001. عندنا كلمة got married أو get married يعني تزوج. Got married يبقى تزوج. كده my parents got married in 2001. ليه أنا قلت got ما قلتش have got. لان هنا حدد لي المده بالظبط ده السنه اللي اتجوزوا فيها تمام ماشي طب لو عايز اقول مثلا ايه have been living with each other بيعيشوا مع بعض where they have been living which is with each other since مثلا 2001 منذ العام 2001 page اللي هي الصفحه اللي بعدها page 213 صفحه 213 حاتم in this company since 2005 هنا since من الكلمات الدالة على present perfect يبقى has worked ليه ما قلتش works لان دي مش عادة هو بدأ شغله في 2005 ولسه لحد الوقت مستمر يبقى has worked دي الإجابة ما قلتش have ليه طبعا عشان حاتم ده he number 9 a novel by Charles Dickens have you ever read have read you ever you have you read ever have ever you read طبعا احنا قلنا ever بتيجي قبل الفعل يبقى فعل مساعد فاعل بعد كده ever بعد كده الفعل have you ever read a novel by Charles Dickens number 4 number 10
My family has been in Cairo. I was 10. طبعا لما الاقي جمله ماضي وسيط وهنا في جمله ماضي تام يبقى استخدم since. Shadi has walked since 2 hours. لا هو منذ ساعتين ولا المده اللي استغرقها، يبقى الاجابه هنا 4. هكتب 4. عادل has never eat Chinese food. هي never مكانها صح بس بعدها وهذا تضيف تات يبقى never eaten. Number 3. Have you ever make a cake؟ طبعا دي have وهذه يبقى have you ever made a cake. Number 4. Has he finished on time؟ yes he hasn't. لا هو قال لي has he وقال لي الإجابة هنا إجابة مثبتة يبقى yes he has. يبقى yes he has. ننتقل بعد كده للجزء الخاص بال complete the sentence with one of the words which are mentioned here. الكلمات المذكورة عندك هنا. I asked the people in my class. أنا سألت الناس في فصلي about their experience. Most people معظم الناس قالت إيه. In the class have most people in the class have a Chinese food. الأكل الصيني يبقى have eaten. أكلوا الأكل الصيني. Not many people have a horse or slept in a tent. طبعا الحصان بيتعمل في ايه؟ ridden. يبقى have ridden هشطب على 18 ridden عشان اقلل الاختيارات. in a tent هيناموا في الايه؟ slept in a tent في الخيمة. يبقى الاجابة التالتة tent. even fewer people حتى قاعدة كل من الناس have snorkeled عملوا snorkeling. most people in my class او in the class have never by plane او مهم عملوا بالطيارة have never traveled by plane. طب ليه هنا قلنا ridden ما قلناش رود؟ يبقى خدنا 18 و 10 traveled and ridden road. بعد have و have بستخدم التوصيف الثالث، يبقى التوصيف الثالث اللي استخدمه ridden. يبقى دي كده مش عايز رود، يبقى بعد have و have التوصيف الثالث. choose the correct word. have you ever tried or tried Chinese food؟ طبعا بعد have و have يبقى have you ever tried التوصيف الثالث. I have drunk 2 cups of coffee. كوبايتين شاي. يبقى I have drunk بعد have و have بستخدم التوصيف الثالث. كده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. لو عجب الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وشير وتنفعش فعل زر الجرس وتكتب كومنت لو عندك تحت. وبالتوفيق يا شباب وبنات. السلامة.